بسبب تغير رائحة البحر خروج يعني كثير من الأسماك إلى الساحل، أصبحنا نخشى أن نأكل يعني صيد، نشتري صيد وهذا فوجدنا يعني شائعات هناك أن البحر يعني تسمم، فاضطرنا إلى أن نمتنع عن أكل الأسماك. احنا الان متوهمين من البحر لانه بسبب تغير الماء، كان الماء يعني لونه ثاني وتغير لون البحر الى لون ازرق، وتم اسماك كثيره من الاسماك على الساحل ميته، ونحن توهمنا من اكل السمك وما عدنا ناكل السمك الان. طبعا بنتكلم على ظاهرة المد الأخضر أو ما يسمى بالأخضرار البحر. طبعا هذه ظاهرة طبيعية تحصل كل عام في نهاية فبراير إلى بداية مارس. نتيجة هذه الظاهرة تتكاثر في الكائنات، تتكاثر في الغذاء للكائنات الحية مثل الأسماك والطحالب، وهذه ظاهرة يسمى ازدهار الطحالب. نتيجة هذه الظاهرة هي هبوب رياح شديدة في البحر وتشكل توربينات عالية جدا يساعد على ارتفاع أو تصاعد أفقي لماء البحر من العمق إلى السطح بدرجة حرارة منخفضة وملوحة منخفضة طبعا. وهذه ظاهرة هي ظاهرة سنوية ولا يوجد أي تلوث في البحر.